السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى يا غوي ومتع نظرك، صباح الورد عليكم يا غويين المملكة. بالصلاة على النبي، أنا من عشاق تربية اليمام الإمري أو الماسي والحمام والعصافير والدجاج. أنا يا جماعة أصلا بشكل عام كده بحب الطيور والحيوانات الأليفة، الحاجات دي جميلة، الخيل بقى، الغزلان، الطواويس، النعام، الحمام، اليمام، الدجاج الزينة كده، وأنا أحب الحاجات دي. فاليمام بحبه بقى، وكلته قبل كده طعم جدا 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 زي الحمام كده. اليمام والحمام نفس الطعم، وممكن اليمام أحلى وأجمل لو كان صغير، والحمام برضه والله الاتنين، بس تجيبه صغير كده يعني إيه، ولا هو كبير في السن ولا هو صغير لسه مثلا مسلي، لا يا دوبك بس ايه يقفل الريش كده. الحاجات دي بقى طعامه في اكلها. اليمام الامري ممكن تربيه للزينه زي دول كده، للزينه تبيع منهم الجوز ب 250 وب 300 وب 400، وممكن تاكل منه لانه هو مش غالي جدا، يعني لو عندك زيادات ممكن تاكل منه. طيب الامري الماسي، الماسي غالي شويه بقى، تمام. اليمام الماسي ممكن تربي جوزين ثلاثة أربعة وتبقى تبيع منهم. ممكن تربي الحمام، تربي الدجاج الزينة. الحاجات دي يا جماعة أصلا خير في البيت، يعني لما تقعد كده في المملكة وتسمع أصوات الحاجات دي حواليك كده، راحة نفسية، مهدئ للأعصاب طبيعي، وانت قاعد كده خلاص مفيش شك هتتسلطن وانت قاعد. كنت بقى برضو تذبح لك حتتين تلاتة كده تقزقز فيهم وانت قاعد في المملكة على الشواية كده تشويهم، أي شيء بقى انت ومزاجك بقى. فأنا جربت اليمام هنا، كنت صايده اليمام البلدي طبعا، واكل بقى ايه، حبيت شعير وقعة، حبيت رز، بينزل الأراضي ياكل الرز والذرة والحاجات دي وعلف ومش عارف. فكان متربي ايه طبيعي، ولا واخد دواء ولا واخد اي شيء، حاجة رباني بقى من الجو، من السماء مباشرة وبقى من البرية يعني. فكنت اصطاد اليمام البلدي اللي هو الاحمر ده واكله، امسك بقى اتنين تلاتة اربعة كده، فكان طعمه جميل جدا جدا. اصلا ده اللي حببني في اليمام، في اليمام بصراحة. ولو جه قدام اليمام هاكل، الحمام هاكل، انا ما كنتش باكل الحاجات دي ولكن طعمها تحفة. فانصحكم بتربيتهم، الحاجات دي خير في البيت، ممكن تبيع منهم، ممكن تاكل منهم، بس كده يعني. وغير من كده هي هوايتنا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وادعمنا بلايك جميل كده عشان يوصلك من مملكة الطيور كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ولو كنت اول مرة تتابعني، معاك اسلام مملكة الطيور، اصحى يا غاوي. تحياتي ليكم وتحياتي لكل راجل جدع. سلام عليكم.